موجودين في كلية الطب بالمنستير، موجودين لمتابعة لكل بيداغوجي اللي انطلق البارح، يتواصل اليوم نهار الجمعة وحتى لنهار السبت. وسعيد جدا بوجودنا في مكتب سيد عميد كلية الطب بالمنستير أستاذ فائي جامعي الدكتور شرف الدين العامري. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بإذاعة حياة. احنا مسعداء برشا باش نستدعوكم لمراقبة ليكول بيداغوجي هذه. احنا ولات فما عادة كل عام وننظموا ليكول دو بيداغوجي او بروفي دي زونسينيون اوسبيت انفيرسيتير. احنا المعروفين في كلية الطب المنستير بالتوجه للبيداغوجيا، خاصة البيداغوجيا الحديثة والرقمية، وعدنا إن شاء الله دي كومبيتانس اللي نكونوهم سواء في كلية الطب المنستير وإلا من كليات أخرى باش نعطيه الإضافة إن شاء الله للطلبة متاعنا. في الدورة الرابعة هذية اليوم نحكيه على ديبيستاج دي زيتيديون اون ديفيكولتي، إيسا سي امبورتون، هذه النقطة الأولى في الدورة الرابعة لكل البيداغوجي. هو الحق توا دوبوي 2-3 ans عملنا ديجا اون مي اون بلاس لا سيلول ديكوت للطلبه الاجانب والا حتى الطلبه التوانسه اللي عندهم اشكاليه في الاندماج والا اشكاليه في التعلم والاساليب معناتها في لابرونتيساج نتاعهم. و سي اون سيلول كي جيري بار دي زونيفرسيتير اون بسيكاتري، والحق عطات الاكل نتاعها كتجربه لخاطر فما برشا طلبه لقاو الاعانه والاحاطه النفسيه باش يتخطاو المشاكل النفسيه اللي يتعرضوا لها، سواء لخاطر بعاد على العائلات نتاعهم بارفوا الطب تعرفوا فما سي كوميم ان لون شومان يو ميم طون سي بارفوا يلقى روحه ديفيسيل معناتها من الاول باش ينتمي لا كارير دو ميديسين. دونك هذايا احنا نكونوا زاده في الاساتذه نتاعنا باش كيفاش ياخذوا لو كا بار كا نتاع الطلبه هذوما، وخاصه هذايا راهي parmi les recommandations في الاكريديتاسيون. احنا كان تعرفوا مشينا في تمشي نتاع لاكريديتاسيون ولا سيرتيفيكاسيون، وبحول الله لاكريديتاسيون سي بيان باسي، وان اتوندون توا لا سيرتيفيكاسيون ايزو 21001. وبارمي لي ريكومونداسيون راهو احنا يلزمنا نحيطوا بالطلبه نتاعنا، نحاولوا نعملوا اساليب بيداغوجيه تتماشى مع لا جينيراسيون هذه اكس واي زد اللي هي سيت اون جينيراسيون كونيكتي، وان شاء الله احنا نوافقوا وان شاء الله ديما زاعين المزيد من الاقتراب من الطالب التونسي والاجنبي زاده كيف وماذا بينا ان شاء الله نكونوا مع الاساتذه نتاعنا نكونوهم باش نعطيو اكثر حاجه ممكنه بالنجاعه والمطلوب. اون بار دون ابروش بيداغوجيك انكلوزيف انسبيري دو موديل لاركتيكتور، اليوم لازم نعطيو جميع المؤشرات باش نحطو في بيئه معينه الطالب تخليه يتفوق حتى في دراسته. فوالا احنا توا نمشيو كيما الكونسيبت نتاع الوان هيلث، معناها المريض نيا با كو جوست ان سول اورغان سي تان تو، هذايا توا دو بليز اون بليز ديفلوبي على ليشيل في السونتي. كيف بالنسبه للطالب نخدموا برشا على البيانيتر نتاعو وعلى انتغراسيون سوسيال. ما تعرف نهار اخر الطبيب مش يكون الطالب هذايا مش يكون نهار اخر الطبيب يتعامل مع جميع فئات المجتمع، مع جميع الظروف نتاع ان شاء الله لا قدر الله فما حاجات في دي كاتاستروف، فما شكون يجيك اون ايتا ديفريس، فما شكون يجيك سيكولوجيكمون معناتها بيرتوربي اكسيتيرا. يلزم الطالب نتاعنا يكون سوسيالمون كابابل دو ديتر على باج. نحكيو اليوم هذا سافا دوني دي ريزولتا على مستوى الكونكور، توصلوا في متابعه ومرافقه حتى لو جور جي هو وقت اللي يبدا حاضر في الكونكور نتاعو. فوالا بالنسبه للطالب بالنسبه للطالب كما قلت لك احنا نحاولوا الطلبه نتاعنا نكونوهم تكوين ساعة اكاديمي فيه لي ماتير معناها الطبيه، لكن او ميم طون قاعدين نحلولهم في مجالات اخرين كيما مثلا لي باركور اوبسيونيل اللي حليناه لهم كيما في الاي تي انتربرونيريا انتربرونيريا مانجمنت كاليتي، اي او ميم طون لارت ثيرابي افيك تو سكي ميزوكوثيرابي بانتور اكسيتيرا، اي لا ريشيرش ان طونك ديسيرو. علاش؟ خاطر احنا نامنوا ديسي كلكو زاني 2027 2030 او ماكس اونورا دي زوبورتونيتي كي سوفر اون بلوس داتر ان ميدسان. لازم يكون عنده ثقافه سواء في لارت ثيرابي سواء في التكنولوجيا
التكنولوجيا هذه وتعرف انت توا الانتليجنس ارتيفيسيال والتليميتين والعالم مع التطور اللي قاعد يشهده. دونك احنا الطالب نتاعنا يلزم يكون متكون هذا، لكن هذا زاد يلزم يتكون في بيئه، في بيئه سليمه، في بيئه فيها اني بانويسمون. ديجا قاعدين تو بوتيتر نوريكم اون سال تو نخدموا عليها، سال اون سال دو بيانيتر اي دو ميديتاسيون بور فير ميم دي سبور نتاع الايكيدو والتشيكونغ اكسيتيرا بور تو سكي انرجيتيك اللي تساعده هو كطالب في التعليم تاعو في الابرونتيساج، مي اون ميم طون نهار اخر في ديز ابروش اللي يعود يخدم بهم مع المريض. سيد العميد سي با فاسيل دتر انسيون اون ميديسين، معناتها نستناو انتظارات كبيره من معناتها المدرسين على مستوى الاكاديمي والعلمي، على مستوى الانساني، وعلى مستوى العلاقات اون كومونيكاسيون. سا سي امبورطون. هو ايفيكتيفمون احنا ديما علاش نقولوا الطب راهو ديما جوسكا ماتنو هاكا حتى انوتر ستاد نقولوا نو ماتر. علاش؟ لخاطر الطب راهو موشك التعليم النظري تتلقاه في اللونفي ويمشي، لا راهو الطبيب التلميذ والطالب اللي ناخذوه من يدو نبداو نعلمو فيه في التيوريك، من بعد يجينا الاستاجات نعلموهم استاجات نعلموهم كيفاش لو سافوار لو سافوار فير اي لو سافوار اتر راهو اي لو سافوار اتر راهو سي با اوسي ايفيدون. معناتها لازمك تعلم كيفاش يتعامل مع البيرسونيل، كيفاش يتعامل مع الزملاء نتاعو، كيفاش يتعامل مع المريض افيك لا ريسبونسابيليتي ميديكال افيك تو هي سي كونسيبت. هذا راهو علاش نقولوا احنا سي تان انسينيمون اي سي تون بيداغوجي انكلوزيف، خاطر احنا ناخذوا الاطار هذا من جميع الجهات نتاعو. غرو ميرسي لقبولك. مرحبا بكم في بيروك دكتور السيد شرف الدين العامري، سيد عميد كليه الطب بالمنصير وسيد استشفائي جامعي. مرحبا بكم وان شاء الله في فرصه اخرى. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.